اللهم صل على الحبيب محمد. ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: يا أبا هريرة، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. وهذا العلم وهذه الصلوات وهذه الأذكار والآيات الكريمة وهذا الباب الكبير من العلم والفضل والإحسان والمبرات يتجلى في دعوة شيخنا الشيخ محمد إلياس القادري، الذي تنوب عنه جمعية فيض المدينة، التي فعلا وحقا ونشهد على ذلك أنها أفاضت أنوارا وأسرارا وبركات وخيرات كثيرة على المجتمع في هذه البلدة الطيبة في إسطنبول. وجمعية خير فيض المدينة تمتاز بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالرفق، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهي تمتاز بالأخلاق الطيبة وبالدعوة المباركة، مشبعة بالعلم، مشبعة بذكر الله سبحانه وتعالى، تستشعر فيها الروحانية، تستشعر فيها الإيمانيات، تستشعر فيها كل خير، وذلك يمثله أعضاء هذه الجمعية جزاهم الله عنا خير الجزاء. وباب العلم عندهم مفتوح، وباب الفضل عندهم مفتوح، والأطفال ينكبون ويعتكفون على هذه الجمعية للتعلم، يتعلم منها الصغار والكبار، ويتعلم منها النساء والرجال، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأدامهم الله نبراسا يشع على هذه البسيطة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد.